آية، شو هي أهم الأغاني يلي كرمت العمال؟ في كتير أغاني، ولازم يكون في كتير أغاني. شو أول غنية بتخطر على بالي أنا شخصياً؟ يمكن فايد العمال، شيد قصورك للشيخ إمام، وبحبها كتير. ولازم يكون في كتير يعني صباح الصباح فتحي عليم، صباح الصباح برضو الفقير اللي هرب بكريم، سيد درويش. في كتير أغاني يعني، وخاصة القديمة، ولازم نعمل أغاني جديدة يعني. يلا هذا موضوع جديد، لكن بانتظار غنية جديدة من فايا. شكرا لك.